السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه يا جماعة؟ دلوقتي احنا كنا في الكومباوند والعيال كتيرة بقى، اولادي واولاد اخويا واولاد اختي، فهم بينظفوا البيت، فعمل ما ننظفوا البيت بقى، فقلت اخد العيال دي كلها واخلص منها ونروح الصحراء. وزي ما قلت لكم يا جماعة، فانا خدت العيال ايه بقى كلها، هوريكم العيال دلوقتي، ومشينا بعيد من الكومباوند، وقلت لهم بقى هنقضي يوم كامل في الصحراء، وخلوهم بقى يزهقوني ويوجعوا لي دماغي. عيالي يجننوا بجد، يعني ايه بننظف البيت وتخليه جميل وحلو، في ثانية يوسخوا البيت ويرجعوه بقى. بصوا اصلا عمالين يتخانقوا ورا هناك اهو. خليكم معانا بقى يا جماعة وشوفوا التحدي بتاعنا. وقبل ما نبدأ في القناة بقى، ما تنسوش تعملنا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. مستعدين للتحدي؟ هنعمل تحدي 24 ساعة في الصحراء. اوه يلا خليكم معانا. بصي بصي يا شخص، مستعدة للتحدي؟ ها؟ يلا يا عم. بصي يا جماعة، الجو بدأ يبرد. يا جماعة يا جماعة، احنا الصبح بدري. انا مش لابس شيبس. بصي بصي، احنا الصبح بدري. بصي انا مش لابس شيبس. احمد معفن، مش لابس شيبسيب خالص. لا انا نسيت، وماما قالت لي دي، وبابا يلا احمد عايز يمشي حافي، فانا نسيبته كده النهارده. يلا بقى نروح على الصحراء. يلا يا نور انطلقوا. هنعمل شد الحبل. استنى هننظم فريقين. بص بس استنى، هننظم فريقين. العبوا بالعرض كده. يلا نشوف مين اللي هيكسب. دي اول جوله، نور وجد. دورة ايوه. لا ما تسيبيش الحبل. اجمدي يا جنة. ها ما نشوف مين اللي هيكسب، نور اللي هيكسب ولا جنة؟ روحي يا لين كده. بصوا يا جماعة، ده أول لعبة هنلعبوها مع بعض، لعبة الحبل. هيعملوا فريقين نشوف مين الأقوى. بس أول حاجة هنعمل خط في النص أهو. ماشي، الخط مش باين قوي، بس هو كده انا عارفاه. حط توبه من هنا وتوبه من الناحيه الثانيه. ايوه جامد. ايوه اعمل الخط كده جامد. خلاص ماشي. يلا بقى مين اللي هيجي معاه؟ اللي هيعدي الخط هيكون فريق جنة. ايوه اللي هيعدي الخط ده جنة. وامي شمس فريق جنة. لا ازاي انتوا الثلاثه مع بعض ونور لوحده؟ يعني ليه؟ يعني قوي قوي للدرجه دي؟ بصوا يا جماعة، احنا دلوقتي قضينا يوم كامل في الصحراء، واحنا بقى ايه؟ لا قطة شوارعية. لا ده قطتنا على فكرة. مش انا مصورة قبل كده ومنزلة فيديو. مش وشمشو. ايوة فيديو شورت. لو مش متابعينا انزلوا شوفوه. طب ممكن اتكلم يا محمد بعد اذنك ثواني؟ بصوا يا جماعة، تعالى نوم. احنا قضينا يوم كامل في الصحراء دلوقتي، بس انا في حاجات كتيرة ما صورتهاش لان تليفوني فاصل، فقلت اسيبه بقى للاخر خالص. المغرب اذن والعشاء اذنت، وبس قضينا يوم جميل، وكمان لعبنا العاب كتيرة قوي. بس انا معرفتش، ورحنا لبسنا الجواكت. انا معرفتش اصور لان تليفوني كان فاصل، فقلت كل واحد جاب حاجة بيحبها. على فكرة عايزة اقول لكم على حاجة، احنا دلوقتي هنروح البيت هنتغدى وخارجين. احنا رايحين العبد ورايحين المول كمان، وهنصور لكم هناك. الحلقه الجايه ان شاء الله هتشوفونا واحنا خارجين، فتابعونا عشان، وحطوا لايك وفعلوا الجرس عشان اول ما ننزل لكم الفيديو تتفرجوا عليه على طول. زي ما قلت لكم احنا خارجين خروجه جميله. العيال الثانيه سبقونا، هو الكومباوند بتاعنا بعيد هنا. بص واحنا خدنا ده كله ماشي، وجينا في المكان دوت. وان شاء الله الحلقه الجايه هيبقى فيديو اجمل واجمل. وفي نهايه الحلقه بقى بنقول لكم مع السلامه. باي باي. ما تنسوش ايه ده كمية الكلاب دي؟ ايه كمية ايه؟
يلا كل بقى يمسك في بعض عشان هنمشي. يلا بقى في بعض عشان الكلاب زبطوا كده. سامعين اصلا صوت الكلاب؟ الكلاب بعيد صحيح. الكلاب بعيد اهي، والكومباوند بتاعنا بقى ايه بعيد. يلا تعالوا هنا خليكم جنبي، احنا مشينا كتير جدا يا جماعه قبل ما نيجي الحته هنا. زي ما قلت لكم تابعونا، وان شاء الله هتشوفوا الحلقه الجايه احنا خارجين هنقضي، هنجيب حلوات من العبد وهنقضي بقى الليل كله هناك، هنقضي سهرتنا هناك. بس لسه طبعا هنروح بالعربيات بقى. ايوه هنروح بالعربيه. يلا يلا يا بنت.